طيب نعم الجزائر أثناء استضافتها لهذه البطولة كأس إفريقيا للمحليين استضافت حفيد نيلسون مانديلا زعيم جنوب إفريقيا الراحل الشهير، وقال كلمات أيضا داعمة للشعب الفلسطيني، فماذا تود أن تقول عن مانديلا وحفيد مانديلا وأيضا دعم الشعب الجنوب إفريقي للشعب الفلسطيني؟ هي رسالة، وهي رسالة ذات رمزية، وهي تغيظ الاحتلال غيظا شديدا، يحاول أن يتجاوزها ما استطاعش. هو الاحتلال في الأخير يعني أنتج فيلم عن مونديال قطر، يعني يقطر غضبا، ويعني وحتى أنهم قالوا كما قالوا عن الجزائر الدولة الإرهابية، قالوا عن قطر بأنها دولة ديكتاتورية، وأنها منعت المثليين، والله شرف عظيم رئيس الكنيسة تبعكم مثلي، ولكم يا قوم لوط يا سفلة البشرية كلها. والله يكون في الطريق إلى الجحيم، دنيا وآخرة، وخزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. هذا الذي تقولونه عن مانديلا سابقا وعن حفيده، هذا يغيظكم غيظا شديدا، لأن فيه رمزية الأحرار، وأن الأحرار ينصرون الأحياء الأحرار. هؤلاء الذين أبادوا إتليرك وقومه كانوا صهاينة بامتياز، قسما بالله كان الصهيوني يدعم جنوب أفريقيا الفاشية العنصرية سابقا حتى النخاع، ودعم بلا حدود. ولهذا السبب نحن فعلا امام رمزيه الجزائر بادارتها الحكيمه للمونديال في الجزائر في افريقيا، وسوف نرى مواقف مشرفه جدا، وهذه المواقف يعني لا تخفى على احد، سواء من اهلنا واحبتنا في جنوب افريقيا، وهم يزوروننا في القدس بالمناسبه ويتضامنون معنا بمنتهى القوه وبمنتهى الوضوح.